من أبهى فضيلة الشيخ السائل أبو علي يقول: رجل أصيب بمرض ولوم في المستشفى على أثره في مدة 15 يوما، وقد عمل أثناء بقائه في المستشفى عملية استئصال زائدة، حيث بقي لمدة 7 أيام لا يستطيع أن يتحرك من على الكرسي، ولم يتمكن من أداء الصلاة خلال تلك المدة. ماذا يجب عليه الآن، علما بأنه مضى على ذلك ما يقارب من 10 سنوات مأجورين؟ هذا أخطأ في تركه الصلاة. الواجب عليه أن يصلي على حسب حاله، وهو على السرير أو على الكرسي. فإن قدر على تطهر بالماء تطهر بالماء، وإن لم يقدر فإنه يتيمم بالتراب ويصلي ولا يترك الصلاة. وإذا لم يقدر على استعمال الماء ولا على استعمال التراب، فإنه يصلي على حسب حاله ولو بدون وضوء ولا تيمم، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعت. أما وأنه قد ترك الصلاة، هذا خطأ، والصلاة باقية في ذمته، فعليه أن يقضيها، أن يبادر بقضائها مرتبة كما رتبها الله سبحانه وتعالى. فيبدأ بصلوات اليوم الأول، يبدأ من الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، ثم يبدأ بصلوات اليوم الذي بعده هكذا حتى يكملها. نعم. فضيلة الشيخ، الذين يقولون بأنه يصلي مع كل وقت وقت، ما رأيكم في هذا القول؟ هذا غلط، وهو من كلام العوام لا أصل له في الشرع. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فأمر بالمبادرة لصلاتها عند الذكر، ولا يؤخرها إلى دخول نظيرتها من الصلوات. نعم.